مسار اللغة العربية في الأكاديمية العربية الدولية يتميز بكونه يعتمد اللغة العربية كلغة تدريس أساسية. فنحن ندرس اللغة كلغة، وبالإضافة ندرس جميع العلوم والرياضيات وبقية المواد باللغة العربية، وذلك إيمانا منا بأهمية التعليم والتعلم باللغة الأم. وهذا ليس فقط خطاب عاطفي، بل جميع الأبحاث والدراسات أثبتت نجاعة هذا الموضوع، أن التعلم باللغة الأم يؤدي إلى نتائج إيجابية في تعلم بقية المواد وتعلم اللغات الأخرى. وبالإضافة إلى اللغة العربية، وهذا ما يميز أيضا مسار اللغة العربية، أننا نركز على اللغة الإنجليزية كمنهج متقدم. يعني نؤمن أيضا بالثنائية اللغوية الإيجابية، أي يعني طلابنا يعني يتقنون اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة أيضا إلى اللغة الفرنسية التي تدرس كلغة ثانية أو لغة ثالثة حسب الطلاب. يعني الطلاب مثلا من كان يتقن مسبقا اللغة الفرنسية ندرسها كمنهج متقدم، من يتعرض للغة الفرنسية للمرة الأولى ندرسها كمنهج يعني متوسط فلنقل. هذا ما يميز المسار بشكل عام. والميزة الأخرى هي أن نطبق نظام البكالوريا الدولية باللغة العربية، ونحن من المدارس القلائل من يطبق هذا النهج، وهذا بالتالي يعني يخرج المدرسة من عباءة المدرسة العربية التقليدية. فنحن هنا في المسار لأننا نطبق البكالوريا الدولية باللغة العربية نعتمد منهجا دوليا، بمعنى أن جميع المواد الدراسية إن كانت اللغات أو حتى العلوم والرياضيات مستقاط من منهج دولي. هذا بالإضافة إلى أن نعتمد معايير خاصة بكل مادة دراسية، وهي معايير مدرسية بالإضافة إلى معايير البكالوريا الدولية. وعندما نتحدث عن معايير خاصة بالبكالوريا الدولية، هذا يعني أننا نضع النهج التعليمي في المدرسة ضمن إطار دولي، طرق مبتكرة، أدوات واستراتيجيات حديثة. فنحن مثلا لا ندرس المواد الدراسية بشكل منفصل أو كل مادة على حدة، نعمل حسب المحاور. هناك 6 محاور ندرسها خلال السنة الدراسية، فيقوم المعلمون بتحضير ما نسميه وحدة بحث، وبالتالي تشمل هذه الوحدة جميع المفاهيم والمعلومات والمهارات والسمات المستقاط من جميع المواد الدراسية. وعندما تحدث عن وحدة بحث، هذا يعني أننا نسائل الطالب ونثير لديه البحث والاستقصاء والاستفسارات والكثير من الأسئلة، ونعمل أيضا على ما نسميه دائرة البحث، بحيث أن الطالب يصل في النهاية إلى ما يسمى الفعل، أي أنه يحدث تغييرا في سلوكه أو في بيئته المحلية والبيئة الدولية بشكل عام. وما يميز أيضا هذا النهج أن نعمل حسب مفاهيم توائم البيئة المحلية، ولكن أيضا نلامس القضايا العالمية، نتحدث عن أمور تخص البيئة، تخص مثلا العدالة الاجتماعية أو مفاهيم أخرى كالتسامح، الإخلاص، الوفاء وما شابه. وأيضا حسب نهج البكالوريا الدولية، وهذا يتماشى مع رؤية المدرسة ورسالتها، نركز كثيرا على دمج الفنون في العملية التعليمية، فنولي هذه المواد حقها ونعتبرها مواد أساسية ومواد رئيسية، وأقصد بها الموسيقى، الدراما، الرسم وأيضا الرياضة.